قال عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أحمد يحيى إن مصر من أكثر الدول التي تمتلك اتفاقيات تجارية دولية. وفي لقاء خاص مع التلفزيون المصري أكد يحيى أهمية السعي لتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي وقعتها مصر مع مختلف الدول والمؤسسات. مصر من أكثر الدول اللي عاملة اتفاقيات تجارة دولية والتجارة حرة مع عدد من الدول والأقاليم. يمكن مصر عاملة اتفاق تجارة حرة مع دول الكوميسا في أفريقيا، وفي تغطية لدول أغادير اللي هي الأردن والمغرب وتونس، فدي اتفاقيات مصر موقعاها. مصر بتستفاد منها بجزء، مش بالشكل المطلوب، لكن احنا عايزين نعمل تعظيم للاستفادة من الاتفاقيات ديت، زي اتفاق المشاركة الأوروبية، زي ما قلنا اتفاق أغادير، اتفاق الدول العربية، اتفاق الميركوسور. يمكن ده آخر أو أحدث اتفاق تجارة حرة بين دول مصر، بين مصر وأمريكا ودول أمريكا اللاتينية. محتاجين ان احنا نشتغل على تسويق للاتفاقيات ديت. يمكن الصناعات المصرية محتاجة تروح للأماكن دي، وهما بيرحبوا جدا بالصناعات المصرية. في الفترة الجاية إن شاء الله لازم يكون في تعظيم استفادة من الاتفاقيات ديت عن طريق جلسات أو اجتماعات ما بين المصدرين وما بين قطاع الاتفاقيات التجارية في وزارة التجارة والصناعة، مكاتب التمثيل التجاري في الدول دي.